محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، جعلك الله وإياها أزواج صالحين ورزقكم الذرية الصالحة. عم غسان طلع على عمرو احكي له: زوجتك موكلتي ابنتي لارا على مهر معجله 5000 دينار أردني ومؤجله 5000 دينار أردني وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عمرو طلع على عمك وحكي له: وأنا قبلت منك زواج موكلتك ابنتك لارا على المهر المسمى وعلى كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتح من التوفيق. ألف مبروك عمك، بارك الله لكم، بارك عليكم وجمع بينكم في خير. مبروك يا جماعة، الله يبارك لكم، بارك الله فيك.